صباح النور، تحية لكل مشاهدي تونس رقم 102 نوميريك. كالعادة جولتنا من أسواق الجمهورية التونسية، اليوم نجيوكم كالعادة من مرشي باجة ونعطيكم فكرة على أسعار الخضر والغلال. اليوم نبدأ بأسعار الخضر، الفلفل الحار على دينار، كيلو طماطم 980، ود القمرة كيلو ب2000، الفلفل الحلو 2400، البطاطا دينار و180 اليوم. هذه هي مختلف الأسعار المتوفرة عنا في مرشي باجة اليوم الثلاثاء. ناخذ فكرة على أسعار الدجاج، اليوم الدجاج 7500، الاسكالوب على 16 دينار، كيلو 7.5 عدل، أنا 7.5 الدجاج، كيلو دجاج ب 7.5 يا حاجة، كيبدا ب 10000، كيلو كيبدا دجاج بتبيع، تقريبا هذه هي مختلف الأسعار كالعادة. حمر علوش على 43 دينار، كيبدا علوش 46 دينار، تقريبا هذه هي مختلف الأسعار المتوفرة في مرشي باجة اليوم. كالعادة نزلوا فكرة على أسعار الأسماك. 4800 سردين يا أخويا. شفرات جويدة 12 دينار و800. 4800 لاتشا. سردينة 4800. النزلي 8800. المرجان 5 دينار و800. الذرة 12 دينار و800. والتريلية الحمراء 16 دينار و800. تقريبا هذه هي جولتنا اليوم في مرشي باجة. بالنسبة كيلو دلاع 500 مليم لهنا عن البطيخ الكعبة ب 2500. تقريبا هذه هي مختلف الأسعار المتوفرة في مرشي باجة. تقريبا هذه هي مختلف الأسعار المتوفرة في مرشي باجة. وكالعادة نختم جولتنا بأسعار الغلال. عنا كيلو العنب اليوم 3000 كيلو العنب، عنا التفاح الكيلو ب 3000،